وقعت الجمعية الكويتية للإغاثة اليوم عقدا تنفيذيا ثالثا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية لتسيير سفينة غزة الثالثة. ويأتي هذا العقد ضمن تبرعات حملة سفينة غزة التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة، ومعها أكثر من 30 جمعية خيرية ومؤسسة أهلية وحكومية كويتية بهدف دعم وإغاثة أهالي قطاع غزة. وقعت الجمعية الكويتية للإغاثة عقدا تنفيذيا ثالثا بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية لتسيير سفينة غزة الثالثة بهدف دعم وإغاثة أهل قطاع غزة المتضررين من الاعتداءات الصهيونية المستمرة. وقعنا الحمد لله العقد التنفيذي بين الجمعية الكويتية للإغاثة وهيئة الإغاثة الإنسانية إيهاها، هذه كلها علشان الأخوة في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوصيلها هناك. وفي البداية الحقيقة أني أشكر يعني أمير الكويت وحكومة الكويت والشعب الكويتي على مساندتهم لنا. الحقيقة نجد مساندة كبيرة كبيرة لهذا العمل والله الحمد، والعالم الحقيقة كله يعني شاف ان الجمعية الكويتية للإغاثة والكويت عموما يعني يعملون الحمد لله بجد في إنقاذ إخوانهم في غزة. نحن نفتخر أن نتعاون مع مؤسسات كويتية بشكل عام وخاصة جمعية كويتية للإغاثة، خاصة مثل هذه الحادث الموجود في غزة، إخواننا وهم يحتاجون كل مساعدات. ونحن أصلا نعرف وهو ليس غريب على الشعب الكويتي والمؤسسات الكويتية وحكومة الكويتية أن تقف مع المظلومين في العالم. الجمعية الكويتية للإغاثة ستتحمل أغلب تكلفة شحنة سفينة غزة الثالثة التي ستحمل قرابة 3000 طبلية يصل وزنها إلى 1650 طن من مختلف المواد الإغاثية ولا سيما المواد الغذائية ولوازم الإيواء، حيث ستشارك هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية فيها ب 500 طبلية لشغل المساحة المتبقية من السفينة. الحمد لله في شهر أواخر شهر 12 وصلت السفينة الأولى، وقبل تقريبا 4-5 أيام وصلت السفينة الثانية، وجاري تفريغها في ميناء العريش المصري لتسهيلا بإذن الله تعالى لدخولها إلى قطاع غزة. لا شك مثل هذه السفن لها أهمية كبيرة، السفينة بفضل الله عز وجل تأخذ لها من 1000 إلى 1500 طن، تسع يعني لآلاف الأسر بفضل الله عز وجل تخدم لداخل قطاع غزة. أنا سعيد جدا في هذا اليوم المبارك اللي يتقدم فيه دولتي الحبيبة الكويت في ظل يعني صاحب السمو عسى ربي حفظه بحفظه الشيخ مشعل الأحمد الصباح في إكمال مسيرتها المليئة بالخير والنور والبركة لإخوانهم في فلسطين تحديدا في غزة. احنا نتكلم عن السفينة الثالثة لله الحمد والمنة اللي تسيرها دولة الكويت فضل الله عز وجل إلى أخوانهم يدعمون صمودهم ويكونون في عونهم. الجمعية الكويتية للإغاثة وعبر سفينة غزة الثالثة تبرهن على المضي قدما في الوفاء برغبات المحسنين والمتبرعين من أهل الكويت في توفير الدعم الذي يحتاجه أهلنا النازحين والمصابين في المستشفيات ومراكز الإيواء في قطاع غزة. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.